تنروح لموضوع تاني وهو زواج القاصرات، واللي بيعتبر مشكلة كبيرة جدا وتداعياتها خطيرة، سواء بقى على الفتاة أو على الأسرة والمجتمع كمان بشكل عام. عشان كده من الضروري تطبيق مجموعة من الإجراءات للقضاء على هذه المشكلة. معانا دكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباحكم جميل دايما، صباح الخير يا مصر. يا أهلا بحضرتك. زواج القاصرات ومشكلة بنتكلم فيها بقالنا كتير قوي، كل واحد بيبقى عايز يعني في بعض المناطق وفي تفكير بعض الناس ان هو يجوز بنته 12 سنه 13 سنه ويقول لك خلاص بقى انا يعني ايه مش قادر اصرف عليها، انا خلاص يعني هي كبرت ولازم تتجوز. دي عايزين نعرف خطوره هذا الامر على البنت وعلى الاسره وعلى المجتمع ككل. يعني قبل ما نتكلم عن خطوره الامر دوت على الاطفال الصغيرين اللي بيتجوزوا او حتى على المجتمع، شوف حضرتك خطوره الرقم اللي موجود. يعني عندنا في مصر المبحث السكاني سنة 2005 قال إن 14% من اللي متجوزين في مصر تزوجنا في سن ما دون ال 15 سنة. يعني شوف الرقم بشع قد إيه وكبير إزاي. ويمكن حتى حالات الشهر العقاري في مصر بتوثق 300 حالة جواز في اليوم، بترتفع ل 500 في فصل الصيف. يعني الرقم ضخم جدا، وده بالتالي بيلقي بآثاره وأضراره النفسية على شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، هم وأهاليهم مش هم لوحدهم. يعني احنا لما بنلاقي الطفل أو الطفلة بتتجوز وهي صغيرة طبيعي ما بتكملش تعليمها، فبيبقى عندك ارتفاع في مستوى الأمية. ولو هي موجودة في المدرسة بيحصل لها تسرب من التعليم، يعني برضه ما بتكملش التعليم. طبيعي جدا إن اللي بتتجوز صغيرة احتمالية إن هي تتطلق في سن صغير كبيرة، فزي ما في زواج مبكر بيترتب عليه طلاق مبكر، وبيترتب عليه ان المراه بتبقى مراه معيله في سن مبكر، وبترتفع نسبه بقى الاميه والبطاله والاعاله، وان هي تنزل تواجه المجتمع في سن صغير وهي مش مهيئه ليه. لك ان تتخيل بقى بشاعه الموقف لما البنت الصغيره بتقابل جوزها والباب بيتقفل عليهم. تخيل ان احنا لقينا ان الاثار النفسيه المترتبه على دوت قد تفوق اثار الاغتصاب او الاثار النفسيه للاغتصاب في بعض الاحيان، لان هي طفله صغيره. صحيح. يعني طفله بينتهك طفولتها، فيها اغتيال لبراءه الاطفال، فموقف ابشع مما اي حد يتصور. بيترتب عليه انخفاض السيلف كونسبت عند الطفله المتزوجه، او انخفاض في مفهومها نحو ذاتها، اللي زيها بيلعب وبيمرح وبيخرج وبيتفسح وبيشتري هدوم جديدة وبيتمتع وينعم بالدفء الأسري وبياخد كل حقوقه كطفل، في حين إن هي بينتهك ويغتال براءتها كل يوم بصورة أبشع ما بينتهك الحيوان على سبيل المثال. فشيء بشع جدا، بتصاب في أحيان كتير جدا بمتلازمة القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والبكاء، نوبات متتالية من البكاء، الشعور بالقيء، دي كلها بتبقى أمور نفسية. ناهينا بقى ان هي تكوينها الجسماني مش مهيئ ان هي تبقى زوجه، التكوين الجسماني مش مهيئ ان هي تبقى ام وتبقى حامل، وبناء عليه بنشوف حالات وفاه في بعض الاحيان. يعني عندنا اطفال بالمعدل هنا في مصر 5000 حاله وفاه للاطفال اللي بيتجوزوا في سن مبكر نتيجه التسمم الحملي. يعني بتبقى اكثر عرضه للتسمم الحملي، اكثر عرضه للاجهاض، أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الجسمانية، لأن الكالسيوم عندها في الجسم بيكون لسه ما تكونش بصورة كاملة، ولا العظام عندها مهيئة إن هي تتحمل تبعات الولادة، فبيبقى شيء بشع جدا عليها. بتفتقد ثقافة تربية الأطفال، هي أصلا محتاجة إن هي تتربى، طفلة يعني محتاجة من يرعاها مش هي اللي ترعاها، فيبقى عندها حتى افتقاد لأساليب الرضاعة و اشكال الحمل والتعامل معاه والتغذيه السليمه بالنسبه لابنائها، فبتطلع جيل من الاولاد اللي عندهم مجموعه من الامراض. وبنشوف احنا في معظم المستشفيات العامه الامهات اللي واقفه معاها اولاد عندها مشاكل صحيه من الاطفال الصغيرين. فزي ما حضرتك قلت، هي طفله ما ينفعش ينتهج براءتها ويغتال براءتها تحت مظله العرف والعادات والتقاليد الباليه واللي احنا عملنا منها اصناما تعبد، ولا تحت مسميات ان جواز البنت سطره، ولا تحت مدعاه ان احنا بنتجوز من بعضنا والبنت اول ما تتولد بيتقرا فتحتها على ابن عمها زي ما بنشوفنا. نعم. ف
في احيان كتير. وللاسف بقى يعني انا يمكن حتى اللي زعلني في مره وانا بزور احد الاماكن في الارياف لقيته بيقول لي ما هو الاسلام ما حددش سن للجواز. قلت له لا، الاسلام حدد اكثر من كده، حدد ما هو اوقع. قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسال اهل الذكر اللي هم اهل الاختصاص، اسال اهل العلم، اهل الطب، اسال الدكاتره. هل البنت في الحاله دي مهيئه جسمانيا وصحيا ونفسيا وتربويا لعمليه الجواز ولا مش مهيئه ليه؟ ما تروح تسال اهل الذكر. يعني ما فيش سن محدد، انما في ما هو اوقع من كده. علشان كده حتى اتمنى ان الخطاب الديني في مصر في بعض الاماكن، هي دي النقطه اللي عايز اتكلم مع حضرتك فيها يا دكتور. نمشي في خطين على التوازي، نبتدي نقول ان في عقوبات اشد يمكن هتبقى هتطبق في حاله الزواج المبكر، يمكن نقول ان في عقوبات سواء جنائيه سواء اقتصاديه، يعني لو الوالد هيتشال من بطاقه التموين مثلا اذا كان بياخد تموين او بياخد دعم مادي اذا بنته اتجوزت، يبتدي يحصل بقى على التوازي جنب العقوبات يحصل توعيه دينيه ونبتدي نتعامل مع الجوامع ومع الشيوخ بحيث انهم يقدروا يتعاملوا اكتر، نبتدي نستخدم الرائدات الريفيات في التعامل مع هذه الظاهره، لان احنا عارفين انهم بيدخلوا البيوت. لو مشينا في كل الخطوط دي على التوازي، هل نقدر نسهل او نسرع القضاء على مشكله زواج القاصرات؟ اكيد بكل تاكيد التوعيه عليها دور مهم. يعني اللي حضرتك بتعمليه ده النهارده توعيه. شفنا مسلسل قبل كده هو في مصر كان بيتكلم عن زواج القاصرات، انا اعتقد انه ادى دوره احسن من 100 دكتور ممكن يقعد يتكلم في 1000 حلقه. يعني الفن عليه عامل. التوعيه اللي حضرتك بتعمليها النهارده يا ريت يبقى في برامج اعلاميه موجهه، نستعين ببعض المطربين الشعبويين اللي هم يعني ليهم قطاع كبير جدا بيسمعوهم، ويبتدي يقدموا صفحه اعلاميه جماعيه سريعه للناس. دي كلها امور مهمه، مع يا ريت برضه ان وزاره الاوقاف تاخد الاحصاءات اللي موجوده في وزاره السكان وتشوف اكثر المناطق اللي فيها زواج اطفال ايه، ويركز خطبه الجمعه فيها على الجرم اللي بيرتكبه الاهالي نتيجه زواج الاطفال. ونتمنى ان يبقى في تفعيل للخط الساخن اللي موجود في اللجنه القومي للامومه والطفوله، بحيث ان حتى البنات نفسها اللي بتتجوز وتجبر على الجواز في سن صغير ممكن تقدم بلاغ بخط لجنه الطفل. ده مهم قوي، لازم الناس كلها تعرفه، يا ريت حتى يتكتب على الشاشه كل شويه في قنواتنا. دي حته مهمه، ونتمنى ان احنا نعمل محميه للاطفال دي. يعني ده يحصل يا دكتور في حال توعيه الاطفال نفسهم نفسيا، مش بنتكلم على اهاليهم، ان هم يبلغوا لو اجبروا على حاجه زي دي او كانوا خلاص مفيش مفر. بالنسبه طبعا والدهم والدتهم بيجبروهم على حاجه زي دي، هم ممكن يبلغوا. لكن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا وهي العامل النفسي والتاثير النفسي على الطفله اللي بتنتهك براءتها. ازاي اللي بيحصل ده ان هي تكون قاصر وبيجوزوها في سن 12 13 سنه، طفله زي ما قلنا. وعلى فكره احنا سن الطفوله لحد 18 سنه، عشان بس ما حدش يقول 15 16 طب 17 سنه، لا، سن الطفوله لحد 18 سنه. ازاي ده بيكون ليه تاثير نفسي كمان على طريقه تعاملها مع اقرانها، مع قرايبها، مع اهلها كمان؟ يا فندم، المولى عز وجل في القران الكريم قال: واذا موءوده سئلت باي ذنب قتلت. الوأد النفسي في احيان كتير جدا بيكون اشد ضراوه وقسوه من الوأد الجسدي. ده اللي احنا بنشوفه مع الاطفال اللي بيتجوزوا في السن المبكر، بان هي بتتسم بالعصبيه المفرطه، ما عندهاش علاقات دايمه مع اقرانها، يبقى دايما عندها شعور بالتوتر والانفعال، ممكن يؤدي للتدخين المبكر في احيان. وفي احيان كتير جدا شفنا حالات انتحار نتيجه ان هي بتصاب بذهان الهوس الاكتئابي، فبتزهد الدنيا وبتكره الدنيا، وبتلاقي ان التخلص من حياتها هو الوسيله المثلى للتخلص من الالم اللي بيقتر ذكرياته عندها كل يوم والتاني، وهي فرحانه الجواز. والاسوء ان هي لما تيجي تخلف ممكن تعمل بما يسمى باعاده انتاج السلوك، وتجوز اولادها في سن صغير باعتبار يعني ان هي كمان ما هي كانت كده فما فيش مشكله، فتطلع جيل تاني يزود الاحصائيه والارقام اللي احنا بنقولها. دايما المراه او الطفله اللي بتتجوز في سن صغير هي اكثر عرضه للسايكوسوماتيك ديز اوردر او الامراض النفسيه الاجتماعيه اللي بتاخد اشكال عضويه زي اضطرابات الدوره الشهريه، تساقط الشعر، الحكه الجلديه، الاصابه بالربو وخشونه الركبه، الم الغضاريف، القولون العصبي، ارتجاع المريء. يعني بتبقى عرضه للعديد من المشاكل الصحيه
اللي هي اصلا اساسها نفسي، لو راحت عند دكتور العضوي تتعالج ما بتتعالجش. يجي لك حالات تقول لك والله انا عندي طبعا تقول لك انا عندي ارتجاع مريء من وانا عندي 15 سنه، انا قولون عندي عصبي ظهر وراسي، هو مش وراسي، هو نتيجه الضغوط العصبيه والنفسيه وهي اتجوزت في سن صغير، فبنائها النفسي وجهازها الانفعالي ما عندوش قدر من الصلابه النفسيه في مواجهه الازمات، وبالتالي بيطلع لها في صوره بعض الاعراض الجسديه. بقول لكل اب بيسمعنا جواز البنت ما هواش الوسيله الوحيده للسطره، السطره الحقيقيه انك تعلم وانك تربي وان تخلي بنتك كيان واقف على رجليه يعرف يواجه المجتمع ويجابه الازمات والمواقف. البنت ثروه ما هياش عوره، صوت البنت فعلا ثروه، نمي الثروه بتاعتك وكبرها وافتخر بيها، واعتقد يعني لو كل واحد ركز واتقى ربنا واتقى ضميره وطبعا احكام العقل وصوت المنطق اللي جواه هيراجع نفسه قبل ما يجوز بنته بدل المره 1000 مره. كلام حضرتك مظبوط، بنشكرك دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا ليك. وزي ما حضراتكم سمعتوا بالنسبه للناس اللي بيجبروا اطفالهم على الزواج، الموضوع ليه تاثير نفسي كبير جدا على الاطفال، ارحموهم، ده سن براءه يعني بتقتل براءتها زي ما الدكتور وليد قال. سن حد شايل مسؤوليتهم، فجأة يلاقوا نفسهم هم اللي شايلين مسؤولية نفسهم ومسؤولية المحيطين بيهم كمان.